انا بالنسبه لي كانت لحظه مميزه. في تلك اللحظه راك تقرا انت من التالي، راك تقرا الايات، مخك راح يولي يستظهر كاع المتاعب، كاع ذاك الاحساس اللي الناس يسموه التعب. ذاك الاحساس، هذاك الاحساس اللي ركبت فيه الغردايه، ذاك الاحساس اللي ركبت فيه الصيف، ذاك الاحساس اللي تمرمد في البيس من الديبلاسي من وهران لتلمسان على جال دوره تاع 12 يوم تاع 20 يوم. هذاك الاحساس كاع كي تقول تلقى الايه التاليه راح يروح كاع، راح تسجد تسلم على الشيخ، تنوض شويه دموع يسيلو، تتفكر، تحل عينيك كيما هكايا، تصيب عالم جديد قدامك. الخاتم ديجا بديت مرحله جديده من حياتك، وهي صح هي بدايه حياه جديده، حياه تشوف فيها بركه القران تمشي قدامك، تشوف تدبيرات الله سبحانه وتعالى في حياتك، تشوف معجزات تصرى قدامك. ودائما كي نشوفها نقول هذا كله من بركه القران، من بركه كلام الله سبحانه وتعالى.